هذا وأبرز الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبد العزيز الرمواني عددا من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المملكة المغربية منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد. وخلال مداخلته في البرنامج الخاص المغرب مملكة الإنجازات والتحديات الذي بثته قناة ميدي أن تي في، أوضح الرمواني أن الأوراش التنموية الكبرى جعلت من المغرب عنصرا مؤثرا في محيطه الإقليمي وكذا الجهوي والدولي. نتابع. مني تولى ملك المغرب العهد واعتلى العرش، هو اللي كان عارف شنو يمكن يدير. احنا كشعب، احنا كمواطنين، كنا كنقولوا نعم عهد جديد هذا، ولكن ما كناش كنتوقعوا هذا الحجم وهذا الثقل وهذا التطور وهذه المنجزات الكبيرة جدا في كل المجالات، بنيوية، اقتصادية، اجتماعية، يعني توجهات على كل المستويات. كنلاحظوا اشنو تحقق، العالم كيعرف اشنو تحقق في المغرب، الشعب المغربي، الملك ما كيحسبش لما كينجز، حنا اللي كنحسبوا وكنشوفوا، حنا كنحسبوا وغيرنا كيحسدوا. هذا طبيعي لان كل ما كنتي كدير والو ما يجيب لك حد اخبار، ولكن لما كتنجز وكترفع بحالة الصورة اللي كنشوف قدامي ديال القمر الصناعي محمد السادس الأول والثاني، لما كتبدا تقول أنت أن عندك منجزات هي الأولى على المستوى الوطني غير مسبوقة، ومنها تعميم التغطية الحماية الاجتماعية الأخرى، لما كتكون على المستوى الإفريقي أكبر المنجزات، وصعيب عليا نعدها، لا بالنسبة للميناء المتوسطي ولا بالنسبة للمسرح محمد الخامس ولا بالنسبه لاكبر برج ولا بالنسبه للتي جي في ولا بالنسبه للقنطره المعلقه، صعيب عليا نعدها على المستوى الافريقي، لا على المستوى الدولي. وهنا الوصول ديال المغرب، لما العالم كيعتز بالمغرب في المجال البيئوي، محطه نور ديال الورزازات ما كنحسبوهاش على افريقيا ولا على المغرب ولا على المغرب العربي ولا على العالم العربي، نحسبوها على المستوى الدولي. لما كنحسبوا مستوانا في التغذيه ما نوفره للعالم على المستوى التغذيه،